تقدم في أحد أسئلة الأخوة بالأمس أنه يشرع الزيادة على أهل العلم بخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة، وهذا آخر ما ثبت لدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي تمييز العلماء عن غيرهم، فلا يكون الإنسان جاهلا أو لا يفهم يصلي على عامة الناس بتكبيرة واحدة إلا ذكر الله من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد يرى أن هذا القول هو الأرجح الإقصاء على الأربعة ونحو ذلك، هذا باب آخر. أما كل إنسان يعني جاهلا منه ينبغي تأهل لإمامة المسلمين يفهم هذه الأحكام ويعي هذه المسائل الفقهية. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون على المهاجرين، كعلي رضي الله عنه كان يصلي على المهاجرين ستة وكبر على المهاجرين ستة، وعلى الأنصار خمسة، على عامة الناس أربعة، وكبر علي رضي الله عنه على بعض الصحابة سبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة تسعا. والحديث هذا صحيح. فأقول تحدثت بالأمس عن قضية التكبيرات والزوائد وفقهها وما يتعلق بذلك.